إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هنا معانا في الفيديو ده واحد معاه فلوس فكة مش عارف هيحطها ازاي، حطها زي في علبة كده. الراجل اللي يديله عن ازازة كاكولا، ازازة الفانتا، هيعملها زي مسدس كده. انا معاك كوتشي، يحط عليه شمع يعمله زي يكون كوتشي اللي هو الاصلي. هو بيلزقه اهو، بيحط له كمان اللي هو الشعار بتاع الكوتشي. يعني ده حلو يعني شوية، معلقة تفاحة، ديت كيوي، هي بطيخ. يعملها ايه؟ يعملها مثلا طفخلة، ويعملها زي يكون لا شيش طاووق كده. معاك ماشي 200 دولار. جاب ازازة الفري، عمل حصالة فكرة كويسة. ماشي ديت نحط هنا كده اللي بتاعت البغاية، هيعملها زي حاجة بيقطع بيها، هو بيقطع بيها كرتون وكده. ديت عامل زي قطر السكة كولا، فضاها ماشي تمام. وجاب بالونة صح من ناحية تانية ماشي، هيحط فيها اللي الورق، يعملها زي اللي هي بتاعت أعياد الميلاد اللي بتيجي تروح فرقعة كده. بس الكنز قطعها، قطعها مغناطيس تمام. هيحطها يحط فيها الشيبسي، يطلعها من تحت. فكرة حلوة، إزازة كاكولا جايب هنا خرطوم كده. دي علبة زبري فاضية تمام. عامل زي مسدس، لا فكة جامدة الحقيقة. مسدس جامد، لا بجد روعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.